وليس دفاعا عن رئيسه، لكن اذا هي مو موجوده مو بهالطريقه الناس تتكلم. احترام الرئيس واجب. اللي صار بصراحه يعني شيء ضايق، لما تتكلم ان انت تغلط الرئيس واللي قاعد هني صار لها 3 سنوات ونص وفاهم اللائحه وحافظتها. ساعات المستشار اذا نطلع احنا من بريك المده الانتظار ما فيها نص ساعه، صح ولا لا؟ ممكن يوضحها، اتمنى يوضحها اول شيء حق الراي العام. شيء ثاني، لما تتكلم عن السفرات، انا الشخص سافرت مع الرئيسه، الانجاز اللي تقدمه حق مملكه البحرين، اول شيء اللي تقدمه حق مملكه البحرين من 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 كلام ومن علاقات دبلوماسيه قاعد توصله حق مملكه البحرين اكبر من الدور اللي قاعد تقيم فيه هني. ترى بالاخير كلنا نشتغل حق البحرين، والرئيس قاعد يشتغل حق البحرين، والمؤتمر اللي هم موجودين فيه شقال الرئيس اليوم عندها شرف انها هي رئيسه البرلمان العربي الموجوده فيه، وتبي تجيب هاي المؤتمر في البحرين، وهذه بعد انجاز راح تجيبه حق البحرين. فاتمنى ان الكلام اللي انقال عنها ينشطب.